مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم؟ حياك الله دكتور. حياك الله. ما شاء الله، نحيي الأناقة مولانا. الله يبارك فيك، نسأل الله أنه يجملنا وإياك بطاعته. اللهم أمين. المسلم دائما لابد أن يكون حسن الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. صلى الله عليه وسلم. وقال له رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل ذلك من الكبر؟ فقال الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراء الناس واحتقارهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. فنسأل أن يجملنا وإياك بطاعته. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. في الآيات التي طرز بها صدر هذه الحلقة بكريم صوتكم الشجية النقي، زادك الله هدى وتقى، في قول تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. توقفنا في اللقاء المنصرم عند لفظة مغفرة. بداية، ما معنى المغفرة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأذن لي أخي الحبيب الدكتور محمد بوركت أن أحييك على هذا الطرح. كرمك الله سيدي الكريم. وأود أن أخبرك وأن أدهشك بأنك حينما طلبت مني أن نتوقف عند المغفرة لنبحث عن الأسباب التي نستطيع من خلالها أن نحصل ونحقق المغفرة، أدهشني هذا السؤال. بارك الله فضلك حقيقة. عزك الله سيدي الكريم، لأنك بطرحك لهذا السؤال بهذه الكيفية ولجت بنا بحرا زاخرا، الله أكبر، مليئا بالجواهر واللآلئ والدرر. الله أكبر. وأدخلتنا بستانا يانعا ماتعا مضمخا بالرحيق والزهر والثمر. بوركت. ووالله أدخلتنا محرابا مهيبا جليلا، تصورت أنني بل مع جميع إخواني وأخواتي نحتاج إلى أن نقف فيه مرة بعد مرة بعد مرة لنستلهم الدروس والعظات والعبر. الله. أيعقل ألا نقف مع المغفرة فعلا هذه الوقفة المتأنية الطويلة لنبحث عن أسباب تحقيقها وتحصيلها في كلام ربنا وكتاب ربنا وفي كلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فعدت بعد اللقاء الماضي لأعاود البحث ولأرجع لسادتنا وأئمتنا وعلمائنا جزاهم الله عنا خيرا. اللهم أمين. فشعرت أنني غرقت فعلا في هذا البحر المليء باللآلئ والجواهر والضرر، وظننت أنني لم أتحدث عن المغفرة بهذا التأصيل الذي طرحته أو طلبت أن نتناوله. كرمك الله. كرمك الله بهذه الكيفية من قبل. كرمك فجزاك الله خيرا. كرمك الله يا مولانا. وأسأل الله أن يجعلك دائما أبدا مفتاح خير. كرمك الله، منكم نتعلم. وأن يجعلك سببا لهذا الفتح، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعجبني تأصيلك للأمور وللقضايا وللمسائل تأصيلا لغويا نستهل به الحديث لنربط بينه وبين التأصيل الشرعي. فجزاك الله خيرا. ربنا يرفع قدرك. أما المغفرة أخي الحبيب دكتور محمد، كما ذكرت في اللقاء الماضي، المغفرة مصدر غفرة. مصدر غفرة، والغفر في اللغة الستر والتغطية. الستر والتغطية، فكل شيء غطيته وسترته فقد غفرته. ومنه المغفر، والمغفر هو الغطاء الذي يلبسه الفارس أو الجندي أو المقاتل على رأسه ليتقي به ضربات السيوف والسهام والرماح. نعم. فإذا المغفرة أصلها الستر والتغطية. ولذا التكفير أيضا مع معناه الستر. أحسنت والتغطية. نفس المعنى. فما الفرق؟ جميل جدا. في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أحسنت. أحسن الله إليك. التكفير الكفر كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. مقاييس، نعم. الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على الستر والتغطية، هو نفس المعنى. جيد. ولذلك
سمى العرب الليل كافرا. الليل كافر. نعم لأنه يستر كل شيء بظلامه وسواده. سمي الكافر كافرا؟ لأنه يغطي ويجحد نعمة الله جل وعلا. يعني هي موجودة عنده مخلوق بها؟ نعم. الله أكبر. مفطور عليها. الله أكبر. كل الخلق حتى الكفرة؟ كل البشر، كل مولود يولد على الفطرة. هي فطرة التوحيد. الله أكبر. هي فطرة الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة اجتيال الشياطين. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله. نعم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. طب لما استخدم قوله تبارك وتعالى اغفر مع الذنوب وكفر مع السيئات؟ بالمناسبة الفرق بين الذنوب والسيئات. جميل. طبعا. أما الذنوب والسيئات فمن العلماء من قال بأنهما لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى لو ذكرت لفظة الذنوب مفردة فهي تشتمل على الذنوب والسيئات معه. جيد. وإذا ذكرت لفظة الذنوب مع لفظة السيئات في موطن واحد في اقتران بين، فحينئذ قالوا يراد بالذنوب الكبائر ويراد بالسيئات الصغائر. ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا بقول ربنا جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أحسنت. الله ففرق عليك. جل وعلا بين الكبائر والصغائر. فجعل الكبائر الذنوب وجعل السيئات الصغائر. نعم. وأيضا استدلوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فدل على أن الذي كفر الصغائر السيئات، وهي السيئات. نعم. فالتكفير يحمل. حضرتك كلام فضلتك بديع ورائع ويفتح أسئلة، تسمح لي؟ تفضل. في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي واستغفر لذنبك. نعم. هل كان النبي يصنع ذنب؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. على أي حال هذه القضية ذكر فيها علماؤنا أقوالا كثيرة جدا. ومن فعل استغفر أيضا مغفرة يعني. نعم. لكن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم استغفار رفعة مقام ودرجة عند الله جل وعلا، بدليل أن الله وعده بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله. ومع ذلك أمره بالاستغفار للترقي. يا الله أكبر. فاستغفار كل عبد بحسبه وعلى قدر ذنبه. بل ومن أهل الفضل من قال في قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. لا. وفي نفس السياق قال الله عز وجل له واستغفر لذنبك إن الله كان غفورا رحيما. من أهل الفضل من قال واستغفر، أي واستغفر لهؤلاء الذين جاءوا ليبينوا لك خطأ وزورا في هذه القضية التي اتهم فيها يهودي بالسرقة ظلما. نعم. فاستغفر لهم لعل الله أن يغفر لهم باستغفارك الله لهم. الله أكبر. واستدلوا بآية أخرى جميلة ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا شك ولا ريب. ومن أهل العلم من سادتنا أيضا من قال لا حرج في أن يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. نعم. فهناك بعض المواقف. أم هل لأنه ترك الأفضل مثلا عليه الصلاة والسلام؟ أنا ظني في بعض المواقف يعني. أنا ظني به صلى الله عليه وسلم وبأن الله جل وعلا ما قلاه أبدا. يا
يقينا، وما تركه ولا هجره أبدا يقينا، بل وبشره بأنه قد عصمه، عصمه من الناس وعصمه في البلاغ عنه سبحانه وتعالى. ولذلك قرن العصمة بالبلاغ، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فجعل العصمة مقترنة بالبلاغ عنه سبحانه وتعالى، فكأنه بالبلاغ يعصم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مقامه عند ربه وله قدره صلى عند الله ربه عليه وسلم. ولا ينبغي على الإطلاق أن يقاس الذنب الذي يقع فيه غيره عليه عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا من علمائنا من قال قد يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به غيره. جميل، هذه لفتة تربية للأمة، جدا تربية للأمة جدا. حين يقول ربنا جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، الله أكبر، وهل لم يحقق سيد المتقين التقوى؟ سبحانه صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. حين يقول ربنا جل وعلا لنبينا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، هذا خطاب للأمة. نعم، في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المربي والنبي والمبلغ والمرسل. فهذه أيضا كلها كأقوال لسادتنا. وفتحت بها أيضا علينا، أسأل الله أن يجعلنا موفقين مسددين يا رب، زادك الله علم. نعود إلى المغفرة والتكفير. هل يرد بالمغفرة كما تقول بعض معجمات اللغة الستر بشيء قوي كما تفضلت في المغفر في الحرب، وبالتالي يستخدم المغفرة مع الذنوب لأنها أقوى، تحتاج إلى شدة أقوى؟ هكذا قال بعض سادتنا من أهل العلم بل ومن أهل اللغة. ولذلك قالوا ذكرت المغفرة مع الكبائر ومع الذنوب، وذكر التكفير مع السيئات الصغيرة. ولو أخذنا بالطرح الثاني، معذرة، لو أخذنا بالطرح الثاني ألا وهو إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، تمام، سنرى أن التكفير أيضا يشمل الصغائر والكبائر. في مثل ماذا؟ كما قال الله عز وجل مثلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفار يدخل فيها الذنوب ويدخل فيها فتح السيئات. الله عليك، أحسنت، فتح الله عليك. نعم، أحسنت استدلالا واستشهادا. هنا في الملاحظ في هذه الآية الكريمة أن المغفرة جاءت نكرة بداية، قبل أن ندخل إلى أسباب المغفرة. فما دلالة تنكير المغفرة مع أنها جاءت في غير ما موضع من القرآن الكريم معرفة؟ حين تأتي لفظة المغفرة نكرة في سياق النص القرآني في بعض المواطن كما تفضلت، فإنها تفيد الشمول وتفيد العموم. تفيد الشمول، أي الله جل جلاله من أسمائه الغفور والغفار، صحيح، وهما من أبنية المبالغة، ومعناهما الساتر لذنوب وعيوب عباده مهما كثرت كما ونوعا. حينئذ تأتي المغفرة منكرة أو نكرة في السياق لتفيد هذا الشمول وهذا العموم الذي يغفر الله عز وجل به كل الذنوب، ويستر الله عز وجل به كل العيوب في أي ساعة من ليل النهار، مهما كان كم الذنب أي كثرة الذنب أو الذنوب، ومهما كان نوع الذنب، ما دام حقق التوحيد ولم يقع في مستنقع الشرك كما سنبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سبحانه وتعالى. وبالتالي اتصف ربنا بأنه واسع المغفرة. نعم، ما أجملها من آية، بورك، إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة لمن يا مولانا؟ للخلق جميعا، حتى من كفر به إذا أسلم. ده أنا سأذكر لحضرتك الآن سببا قد لا يخطر على بال الكثيرين من أسباب المغفرة في حينه. نعم، بإذن الله تعالى. ألا وهو أن الإسلام بعد الكفر، بعد الكفر من ترك الكفر وأسلم غفر الله ما قد سلف، غفر الله له ما قد سلف. الله أكبر. وسأذكر لك أدلة رقراقة. نعم، بإذن الله تعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا
يغفر لهم ما قد سلف. الله، يغفر لهم ما قد سلف كله، يغفر الله له كل ذنوبه، ما أرحمه وما بل أعظمه. وخذ مني أعجب من المغفرة، بل ويبدل سيئاتهم حسنات، بل ويبدل سيئاتهم حسنات وغدراتهم وفجراتهم حسنات. يا الله، ألم يقل رب الأرض والسماوات حينما تحدث في آخر الفرقان، في آخر الفرقان إلى والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حسنات. الله، السيئات بحسنات. بل ومن أعجب وأجمل وأرق ما قرأت في السنة الصحيحة كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم آخر رجل دخولا الجنة وخروجا من النار، رجل نؤتى به فيقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. الله أكبر. فتعرض عليه صغار الذنوب فيقال له عملت كذا وكذا وما كذا وكذا، فلا ينكر من ذلك شيئا، لا ينكر من ذلك شيئا، فيقول الله جل وعلا لك مكان كل سيئة حسنة. الله أكبر. وعرض الصغائر سيئات، لك مكان كل سيئة حسنة. فالعبد يطمع في رحمته وفضله ورجائه فأقول يا رب إن لي أعمالا لم أرها هنا، يقصد الكبائر، رأى الصغائر قد بدلت حسنات، إذن حسنات الكبائر ستكون أعظم وستكون أكثر. وهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الله أكبر. فالله جل وعلا أكرم من أن يلجأ إليه عبد أيا كان وفي أي وقت وزمان كان وعلى أي أرض كان، أن يلجأ إليه في أي ساعة من ليل أو نهار دون أن يفتح له الباب ما دام جاء مقبلا مخلصا صادقا نادما على ما مضى معاهدا ربه على عمل الصالحات بعد إقراره بالتوحيد والألوهية لسيده ومولاه وهو في غاية الحب والافتقار والذل والانكسار. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. سيدي، يعني أعلم أنك بحاثة وعلامة من خلال غوصك في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما الأسباب المؤدية إلى المغفرة؟ حين طرحت عليها السؤال في اللقاء الماضي يا دكتور محمد، بارك الله فيك، وأنا لا أستحي أن أذكر ذلك، حاشاك مولانا، فأنا ما شاء الله لازلت أتعلم كل يوم ورب الكعبة لا أقول ذلك مولانا. على سبيل التواضع والله ويعلم الله صدقي، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. فحين عدت وبحثت واستقرأت القرآن الكريم وقفت على في حدود قدراتي على 15 سببا في القرآن فقط، الله أكبر، ذكرها الله ربنا جل وعلا صريحة. هناك أسباب أخرى قد تكون تلميحا، يعني تلميحا تفهم من السياق، لكن ذكر الله جل الله وعلا 15 سببا وقفت عليها أنا، قد يقف غيري على أكثر من ذلك يقينا في القرآن الكريم، ووقفت على ضعف هذا العدد في السنة المطهرة. الله أكبر. وإن وقفنا مع هذه الأسباب سببا سببا في القرآن والسنة ربما نحتاج إلى رمضان آخر، الله ولا أكبر. أكون مبالغا وأنا قلت والله جزى الله أخي الدكتور محمد خيرا، رضي الله عنك وارضاك، موضوع المغفرة عزك الله التي هي الغاية، كيف لا نتناولها طيلة السنوات الماضية عبر برنامج تلفزيوني في هذا الشهر الكريم، ليقف المسلمون والمسلمات على الأسباب القرآنية والنبوية التي يستطيعون ونحن معهم من خلالها أن نحصل المغفرة من ربنا، فلا جزاء بعد المغفرة إلا الجنة، اللهم آمين، إلا النظر إلى وجه ربنا في جنات ونهر،
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم امين. احسن الله اليكم مولانا. نبدا فيهم في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. نصيحه من فضيلاتكم لي وللامه بما تنصحنا. نصيحتي فتحت بها علي الان، الا وهي بارك الله فيك واحسن الله اليك، لا تضيع ساعه ان كنت فارغا من عمل للدنيا الا ووظفها في البحث عن عمل اخر يقربك من الاخره. ابحث، اقرأ، والآن أصبح الأمر ميسرا جدا. صحيح. تستطيع بلمسة أصبع أن تدخل إلى بحور من العلوم. نعم. وبحور من المعاني والمعارف. ما عليك فقط إلا أن تكتب لفظة المغفرة أو مغفرة، ابحث عنها. نعم. صحيح. ستجد من التفاسير ومن أقوال أهل الفضل وأهل المعرفة وأهل العلم والعرفان. فضلتك منهم يا مولاي. اللهم اجعلنا منهم وإياك. اللهم أمين. ستجد المعاني الكثيرة. فنصيحتي لأولادي، لا تضيعوا الأوقات في هذا اللعب الذي لا ينتهي ولا ينقطع على الهواتف المحمولة وعبر المواقع. الله، أنا أتألم ورب الكعبة حينما أرى ابنا من أبنائي يمكث والهاتف في يده 4 ساعات و5 ساعات. الله أكبر. نعم. يلعب لعبة معينة أنا لا أعرفها. أقول يا ولدي أنا لا أمنعك من اللعب، لكن لا تضيع عمرك، لا تضيع وقتك، فالأيام تمضي مسرعة والأشهر تجري وراءها. نعم. تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله، أحسنت نصحا وزادك الله علما. آمين. وفهما. شكرا لك مولانا الكريم. آمين. مشاهدينا الكرام، أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم العلامة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. وحتى يضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء، إن الذي ناداكم رب السماء، فإذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء. سبحانك اللهم إذ ناديتنا، فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء. يا أيها شرف عظيم للورى، فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء. يا أيها نادى بها من آمنوا، من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء. فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا، وإذا نهاكم فانتهوا بعد النداء.